ست غادة، كنا عم نتابع معك العمل، وأول مرة بالعادة أخبار كورونا هيك بترفع الضغط، هالمرة هيك بطريقة لطيفة وجميلة وسلسة عم بتفوت على قلوبنا، وفي رسالة هيك جميلة من خلال أصوات النساء. وبتحسي مش لأنه نحن نساء متحيزين للمرأة، بس في طريقة جميلة للمرأة من خلال صوتها بتقدر توصل رسالة معينة. خلينا نحكي عن هيدا العمل، عدد المشتركين فيه السيدات، كيف إجت الفكرة وكيف اشتغلتوا عليها؟ يعني نحن من بعد فترة الحجر اللي كانت والأخبار مضغوطة بشكل كبير صحيح. علينا كلنا، وصرنا هيك يعني صار عندنا طريقة تفكير شوي يعني مختلفة تجاه الفيروس، يعني صرنا نشوف اشياء ما كنا منتبهين عليها يعني، والافكار اللي صرنا هيك نفكر فيها صرت هيك حبيت انه نحطها بغنية، وكان يعني الكورال الصبايا دائما هيك بس نعطيهم بذرة فكرة، فكتير بيندفعوا متحمسات دائما لنعمل شيء جديد، فكتير تقبلوا الفكرة وحبينا نشتغل هالعمل. ف يعني هيك الكلمات اللي كانت اذا انتبهتي صرنا نضوي على انه في له يعني شو الحسنات اللي ممكن نحن يعني مو خاصه هي بالكورونا بس بنحن بطريقه تفكيرنا شو ممكن نحن فعلا انه نغير لحتى نكسب طبيعه افضل، صحه افضل، طريقه ايجابيه، نقاء الجو اكثر. يعني هالسيارات كلها او الباصات اللي وقفت، المعامل اللي وقفت، كان لها يعني صح انه هي شغله سلبيه بالنسبه للانسان بس بالنسبه للبيئه او للطبيعه كان لها ايجابياتها يعني لنقاوه الجو. هيك حبينا نحط افكارنا. اكيد هذا يعني الكلمات اللي عم نسمعها بالكورال هي دائما بتحسي انه بين كل حدا ونفسه عم تنحكى هذه الكلمات، انه انحبسنا وهالكورونا ما بنعرف منين اجانا، يعني هي مدخل الاغنيه اللي عطت رساله مثل تحذيريه كمان، خلينا نقول بسبب استهتار البعض كمان. بس خلينا نحكي هالمقاطع اللي عم تنشغل بهي الحرفيه وهي المواهب الجميله على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني الفنان ما وقف عمله، هو الوحيد اللي ضل عم يبتكر شيء حتى يكون فعلا فنه رسالة. كيف عم بيكون التفاعل معه؟ كيف عم تقدروا تنسقوا هذا الجهد من خلال البيوت؟ بنعرف كمان نحن قديه ممكن صعب تنسقوا الأوقات مع بعض، الأصوات مع بعض، كيف تمت العملية؟ هلا نحن مثل ما قلت لك إنه بالأخير نحن في 20 صبية وكله بيحب الشغل وكله عنده القدرة والخبرة بأنه يعرف يغني. فلما كل واحدة سجلت مننا تسجيلها بعتناهم لفي معنا صبية هي المسؤولية الإدارية كمان بالفرقة اسمها سفانة بقلي، زبطت المونتاج وزبطت الفيديو. والأفكار اللي نحن حطيناها نحن ككورال جاردينيا نحن مش بس مشروع فني، نحن مشروع فكري. نحن دائما نحاول نطرح افكار، يعني مو بس هي المره نحن طرحنا افكار، نحن جربنا يعني مثل ما قلتي نوصل رساله، دائما عندنا توصيل رساله. مره لما عملنا مثلا برنامج زغاريد سوريه حبينا عملنا من كل المحافظات، هلا بحكي لكم شوي ثاني عنه اكيد، بس مثلا ضمنا حطينا كمان انه لزواج القاصر انه اوكي الزواج حلو بس انه في له رساله. نحن بجاردينيا حبينا نوصل رساله انه زواج القاصر حرام، وقدينا بطريقه حلوه وكان كلمات كمان مؤثره فعلا وفاعله. يعني في قضايا بتحاولوا توصلوها تماماً من خلال الفن. نحن هيك انا يعني بفتخر انه نحن لنشر الثقافه والفن والجمال كورال جاردينيا هي مهامه. طيب خلينا نتابع معك ومع مشاهدينا عمل اخر للكورال ونرجع بنتابع حديثنا. مهما تأخر جاي ما بيضيع اللي جاي، عطفلي بيوصل من قلب الضو من خلف الغيب، ما حدا بيعرف اللي جاي كيف يبقى
نور يعني انا وياك كثير مستمتعين مع الكورال وصوت المطر أكيد. والرعد يعني غير شكل. خلينا نحكي شويه عن هي البصمه اللي انتم قدرتوا تعملوها بكورال جاردينيا، المشاريع الفنيه القادمه اللي عم تحضروا لها. هلا هذا الفيديو كان ببدايه الحجر، كان هيك كلمه الخايف، وحبينا انه فعلا نعطي هيك بذرة أمل لنقول للعالم طبعا. لحتى تكون متشجعة أنه ما تخافوا، مهما تأخر جاي ما بيضيع اللي جاي، عغفل بيوصل من قلب العتب من خلف الغيم. فكانت إيماني ساطع هيك بتعطي طاقة يعني إيجابية بفترة ما أنه كل متضايق. هلأ نحن بالنسبة لمشاريعنا يعني كان عنا عدة مشاريع قدمناها، منها زغريد سوري قلت لك، هو جمعنا من كل المحافظات السوريه شو بيغنوا للعروس من كل محافظه، عملنا مثل ميدلي صغيره. كان مشروع جدا جميل قدمناه ببيروت، بمشروع دمار وبدبي كمان. عملنا مشروع ما شاء الله الشتي رجع الجو الجو شتوي، وقدمنا مشروع شارات الكرتون، شارات افلام الكرتون كمان كان كثير مهم وحلو، شارات الثمانينات كان عنوانه ما احلى ان نعيش. هي كان بالفتره 2016، فتره عن جد عز الدين الازمه يعني تبعنا والكل متضايق، فكانت كثير حلوه والحمد لله لاقت قبول. هلا العمل الاخير اللي عملناه كان نساء عشقنا الاله، هو اشعار لمتصوفات مغمورين كانوا ما يعني او ما كثير مذكورين، بس انه عندهم اشعار رائعه جدا فيها روحانيه وفيها راحه نفسيه فظيعه لما بتقريها، وفيها مناجات للخالق كثير حلوه وتقرب هيك ومحبه. فاشتغلنا عليه وطبعا مع اصدقاء لحنوا معنا وكان جدا جميل، وفي بعض معهم حتى قطعه بالفارسي قدمناها. كورال جارديني انا ما بحكي لهمهم انه نحن الخيارات بتكون عندنا دائما واسعه، لانه مثل ما قلت لك البنات كلهم بيغنوا بيقروا سولفيج صوت، كنا اكيد بنتمنى يكونوا الكل موجودين. 20 صبية بتمنى بوجههم اكيد تحيه فردا فردا للكل. بالختام شو حابه توجهي كلمه لكل المشاهدين ولا اعضاء الفريق، لانه انتم فرقه نسائيه مميزه وقليل بالشرق الاوسط لنشوف كورال نسائي فقط. بدي اتشكرهم، العمل الجماعي تحديدا ما بيمشي الا بهمة ومجهود الجميع، ونحن عندنا هذا الشيء بالكورال كثير اساس لنجاح كورالنا. انه كل حدا عنده خبره بشيء عم بيقدمها، الصبايا كلهم عندي مسؤوله اداريه وبتوزع لنا سفانا بقلي، في الصبيه عازفه البيانو راما نصري كلهم بوجه لهم تحيه، للصبايا اللي وحده مستلمه اليوتيوب وحده مستلمه الانستغرام صفحه الفيس، يعني كلهم بيساعدوا كلهم عندهم هذا الهمه وهي النشاط، بتشكرهم كثير. نحن كمان بدورنا بنوجه لهم التحيه، بنقول لكم ان شاء الله بنشوفكم باعمال كثير مهمه، وفعلا جاردينيا اسم على مسمى بالروح والعطر والازهار والالوان، هيك بتخيلهم مثل الصبايا. شكرا كثير لكم، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. ست غاده حرب مغنيه الاوبرا وقائد فرقه كورال جاردينيا، متشكرك على وجودك معنا مره ثانيه، ونتوجه التحيه لكل اعضاء الفرقه، شكرا كثير لك. اهلا وسهلا، شكرا. أما هلأ بنروح لفاصل ونرجع.